زي ما تقول سيادتك كده ان انا ناوي اتجوز بجد. كنت بقول كفايه يا هند، ده شغل والبني ادم السعيد في حياته هو اللي بيشتغل لغايه ما يموت. وبعدين انت قلتي ناويه تتجوزي، يا ترى عندك العريس؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس لو نورت اللمبه الخضراء هلاقي عريس واثنين وثلاثه. ما اختلفناش تتجوزيه لغايه لما تولعي اللمبه الخضراء بتاعتك. ونوع ايه الجواز ده؟ شرعي ورسمي ومأذون وموثق. يعني مش جواز طياري؟ مش طياري. ممكن اعرف السبب؟ ليه شرعي وليه رسمي؟ علشان تورثيه. مراته هتكون الوريث الشرعي الوحيد له. هو ملوش حد مقطوع من شرعه. بس دي حاجه ما يعرفهاش غير ربنا. مش جايز اموت قبله؟ لما تعرفي التفاصيل هتعرفي انه هيموت قبلك. يا سعاده اللواء، ده انا ممكن اكون قاعده معاك دلوقتي بتجيلي ساكته، او ممكن اخرج من هنا واعمل حادثه. يا هند احنا مش في درس فلسفه. وبعدين انت ايه اللي مش مريحك في الموضوع؟ مش عارفه، حاسه ان العمليه دي غير كل العمليات اللي فاتت. كل عمليه وليها ظروفها، ومن حقك تعرف ظروف العمليه دي. يا ريت. خاين، عايز حاجه اكتر من كده؟ خلي الشركه هو مسؤول عنها بالكامل، عارف كل اسرارها وعملياتها حتى اموالها في الخارج. انا كده فهمت يا مجدي باشا، بعد كده كل حاجه هتبقى بتاعتي وملكي قانونا. تمام. وبعدين انت تاخدي اللي ليكي والشركه تاخد اللي ليها. مش فاهم يعني اموال الشركه ترجع لها بالكامل وامور الخاصه تبقى بتاعتك انت. طب ولو طلع ما عندوش حاجه؟ مش ممكن ما يكونش عنده حاجه، ده خاين والخيانه فلوسها كتير. تصوري على الاقل 3 4 مليون جنيه، اكتر شويه اقل شويه. في النهايه دي عمليه سهله بالنسبه ليكي. هو اختلس ولا سرق ولا؟ حتى لو كان عمل كده كنا ممكن نعالج الموقف بطريقه تانية. الاختلاس والسرقه دي حاجات صغيره في الشركات المهمه زي شركتنا، لكن لما يبقى خطر على الشركه نفسها او يكون سبب في دمار ناس كبيره يبقى الحل هو اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. ها نقول مبروك يا عروسه. الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب؟ معلش يا استاذه، اصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا انا لوحدي يا استاذه، وممكن تتاكدي بنفسك كمان. وايه ريحه الكمكمه والزناخه اللي ماليه الروف دي؟ ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلمان يا ريسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. عليا انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبه اسمنت. وناس تانية بتقول إنه عنده يخت في البحر الأحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط المية ومنه لسمك القرش. وعايزاني أصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا أنا آسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عمارة، ولا أنت ناوية تبقي جوه بطن سمكة قرش. إحنا ملناش دعوة بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي إيه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانتي بتقولي ان احنا مش هنقربه؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم. هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس
كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طاقم الخدمة. ازاي؟ ساعة الحظ بيخدم. مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا أعرفه معرفة شخصية، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت أمرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب أنتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفلة بيومين، وهتكون مخفية في مكان أنت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها، وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. انت يا سن، انت مجنون، انت بتعمل ايه؟ ارفع حماسك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل اللي كنا فاكرينه طيب وبتاع ربنا طلع مفتري. ما تستعجليش في الظلم يا سميحه، جايز ابنه الظابط عمل اللي عمله من غير علم ابوه. يا راجل انت ما تفرسنيش اكتر ما انا مفروسه. في ابن هيعمل حاجه من غير موافقه ابوه؟ ايوه سميحه، لما يبقى ظابط. وهو يعني ابني كان بيسمع كلام ابوه. ايش حال بقى ابن الحاج محروس اللي هو ظابط؟ انت ساكت ليه يا احمد؟ سبته كده يكسر في العربيه وانت واقف تتفرج؟ انا كونت على قد ما اقدر يا تغريد. الراجل كان معاه بلطه وكان كل همه اللي هو يكسر العربيه، وبعدين اخذ عربيته وطار. قضى اخف من قضى يا ابني. اللي اتكسر ممكن يتصلح، البني ادم لا. كويس ان مفيش حاجه جت فيك. لكن انت يا احمد يا ابني اتاكدت ان هو الراجل اللي جه عندنا هنا البيت مع الظابط؟ وانا هتوه عنه ازاي يا عم ربيع؟ وانا كنت بشوفه في الدخله والخارجه، وبعدين انا وصفته في الاسم وصف كامل. خدت نمره العربيه؟ وانا كنت فيه ولا فيها تغريد. طب الاسم قالك انه هيعمل حاجه؟ ما اظنش. سالوني بتتهم مين اللي كسر العربيه؟ قلت لهم الراجل اللي مع حضره الظابط. كان بيجي لصاحب العربيه في البيت. قال لي اسمه ايه الظابط ده؟ قلت له ما اعرفش. قال لي روح يا شاطر، لما تعرف اسم الظابط يبقى تعالى اعمل محضر. روح معاه يا ربيع. لا مش هروح، انا هروح للحاج محروس وهتكلم معاه راجل لراجل. ولازم يدفع تعويض يابا. قبل التعويض العربيه هنسيبها على الحال ده؟ ده عايزها لها شغل يومين لحد لما نجيب نجار ونجيب حد ياخد مقاس الازاز المكسور ده كمان. يعني فيها قطع رزق. ربنا على المفتري والظالم. منك لله يا محروس يا بلتاكي، اشوف فيك يوم. صباح الخير يا فندم. بعد اذنك الشنطه. لا 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 مفيش داعي. امال انسه هند فين؟ هي لسه ما وصلتش. ايه ده، معقوله؟ ده احنا بقينا بعد 12. يمكن حصل لها ظرف طارئ او حاجه. طب ما كلمتش في التليفون؟ كنت قلت لسيادتك على طول. الو، خير يا هند؟ في ايه؟ ايوه، ايه اللي حصل يعني خليك تتاخري في النوم؟ المهم الاول انت كويسه؟ طب الحمد لله. حرام عليك يا شيخه، وقعت قلبي. قولي بقى انا سامعك. اعرفها طبعا. ايه المكان الغريب ده يا هند اللي عايزه تقابلني فيه؟ هو احنا عيال؟ طيب خلاص خلاص يا ستي خلاص. طيب الساعه 3 يناسبك؟ ماشي يا ستي. ايه في ايه تاني؟ ماشي يا ستي، مش هلبس لك رسم، هلبس لك لبس المراجيح. مع السلامة. اسمعوني يا بهايم، ربنا أراد لهم يتكلموا لغة البني آدمين. الرئيسة امبارح وهي بتتفرج على التلفزيون مع نفسها كده كان في برنامج شغال. البرنامج ده كان بيتكلم عن مشكلة التسول وأطفال الشوارع، وإن السيدة الأولى في مصر. عارفين مين هي السيدة الأولى ولا أنا بكلم الكراسي ولا إيه؟ الرئيسة أصيلة هاني. لا مش أنا، واحدة تانية موكوسة. يا حضرات البهايم، السيدة الأولى يعني حرم رئيس الجمهورية، وأنها سوف تتولى الأمر بنفسها للحفاظ على براءة الطفولة والقضاء على مشكلة التسول المؤسفة. ثلاثة بالله العظيم مؤسفة، ايه المناظر دي؟ تمام كده يا رئيسة؟ يا اخويا كمل خطابك، حد بيفهم حاجة؟ عزيز سيدة، إن قالت
فعلت. تمام كده يا رئيسة؟ يا اختي رجب قلت لك كمل يا رجب. تمام. هي شديدة قوي كده يا رئيسة؟ الا شديدة يا بنت عفاف، دي وليه قوية، كلمتها بتمشي على أتخن شنب فيك يا بلد. ودي ملهاش سكة يا رئيسة. سكة الندامة يا سي قطب. قال سكة قال. أنا مش هاممني بقى هي تفكر في إيه ولا تقول إيه ولا عايزة تعمل إيه. هما كلهم زي بعض، يتكلموا عن طفولة